وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. بداية، 3 قتلى يضافون إلى 60 قتيلا في الأمس، وكذلك هنالك آلاف أو أكثر من 2000 مصاب. كيف ترون الحراك الشعبي وتأثيره على الاحتلال رغم هذا الثمن الذي يدفعه الشعب الفلسطيني؟ مما لا شك فيه ان حاليا حاله الحراك الفلسطيني الداخلي تزداد وتتصاعد بفترات متصاعده بحسب المراقبين هنا. نتحدث عن اليوم شهيد في الخليل جنوب الضفه الغربيه وعشرات الجرحى بين اصابات خطيره ومتوسطه، الشبان وصلوا في عدد من المواقع الى الشوارع الاحتفاليه المخصصه للمستوطنين الصهاينه. هذا الحراك في يوم النكبه، يوم الألم، يوم المجزرة الإسرائيلية قبل 70 عام، اعتلائهم على الأرض وقتل الإنسان واقتلاع الشجر. هذا اليوم يجدده الفلسطينيون بإصرار على العودة، بإصرار على رفض أوسلو، رفض مكوناتها، رفض ما أفرزته من اتفاقيات تدني مستوى الأفق الفلسطيني، وبالتالي الرد اليوم من الشعب الفلسطيني الذي يقول كلمته في الضفة الغربية ملتحقا فيما قامت به غزة التي هي منذ 3 أشهر وهي تخرج في مسيرات العودة التي تزوج هذا اليوم باستمرارية وديمومة العودة ورفض صفقة القرن ورفض ما قام به ترامب من نقل السفارة الإسرائيلية للقدس المحتلة. هذا سيفتح الباب أمام الشارع الفلسطيني من نهوض من جديد الضفة الغربية، وأيضا سيحرج المجتمع سيحرج الدول العربية، وكذلك سيضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات وحقوق الشعب الفلسطيني المهجور منذ 70 عاما. أستاذ محمد، شجاعة الشعب الفلسطيني وصموده أمام قوات الاحتلال الصهيونية الغاصبة ليست بجديدة، لكن كيف تعلق على الاستمرار في هذه المسيرات رغم هذه المجازر التي ترتكب بحقهم؟ نعم، هذا يعني أن الشارع الفلسطيني بمقاومته تحديدا في قلب غزة في فلسطين المحتلة يوصل رسائل مهمة، أنه الشارع الذي استطاع أن يقصف تل أبيب والقدس بصواريخ صناعة مقاومة فلسطين، استطاع الآن أن يخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين سلميا، لأن المجتمع الدولي قال للفلسطينيين أين سلميتكم؟ فإذا بالشعب الفلسطيني يخرج بعشرات الآلاف يقول نريد كنس الاحتلال. قبل ذلك كان يراهن على كسر هذا الشعب الفلسطيني من خلال 3 حروب على غزة ردع من خلالها الجندي الإسرائيلي، وتعرض لأكبر عملية إزالة القناع التي كان يحاول إيهام العالم بها بأنه الجندي الذي لا يقهر والجيش الذي لا يقهر، قهر في غزة، أسر جنوده، خرجوا من غزة مدحورين، ولا زال جنودهم مختطفين في غزة، ولا زالت إرادة الشعب الفلسطيني تقوى. الآن هذا الحراك الشعبي يبدو أنه يستمد قوته من الله عز وجل أولا، ثم من حقه الطبيعي بالعودة وتحقيق حق العودة والمصير، وكذلك حماية القدس المحتلة والإقبال على الأسرى. هذا حق طبيعي يستمد الشعب الفلسطيني معنوياته من ذلك. وأيضا الأمر المهم في ذلك أن لدى هذا الشعب أصبح جيشا من المقاومة، تستطيع أن تقصف، تستطيع أن تطلق الطائرات، تستطيع أن تسلط غضب شبابها على الاحتلال. وهذا اليوم يعد يوما تاريخيا، نستطيع القول أنه يوم عودة لا يوم نكبة. 14 دولة تضامنت مع الفلسطينيين، بينما واشنطن تقول إن الكيان الصهيوني تعامل بضبط نفس عال مع تظاهرات غزة. يعني كيف تغيرت الموازين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تعتقد أن استخدام الرصاص الحي وقتل المتظاهرين العزل لمجرد إبداء رأي ورفضهم لسياسات دولة محتلة هو ضبط للنفس؟ أمريكا، وهذه نقطة مهمة وأشكرك على هذا السؤال، أمريكا قالت كلمتها منذ أن رعت اتفاق أوسلو. أوسلو مكنت الاحتلال الإسرائيلي من حيفا ويافا وصفد وكل أراضي فلسطين المحتلة عام 48، وضحك الأمريكان على العرب حينما قالوا لهم بأن عام 67 سيكون للفلسطينيين. الأمريكان عززوا كذبتهم هذه وتمكينهم للاحتلال قبل أيام بتدشين السفارة في القدس، وقبل 6 أشهر بإعلان القدس عاصمة أبدية للاحتلال.
هذا بالتزامن مع إعلان أكبر الحركات الفلسطينية مقاومة، وهي حركة حماس، إعلانها حركة إرهابية، عدم التعاطي مع الانتخابات التشريعية التي أبرمت في فلسطين عام 2006 وفازت بها حماس وتجاهلتها الولايات المتحدة وحاربتها. أيضا المال السياسي، إمداد الإسرائيليين بالمعدات العسكرية للحروب الثلاث على غزة، حصار الفلسطينيين، كل هذا تقوم أمريكا برعايته وليست برعاية السلام. لذلك لا يسمى لدينا في فلسطين، في الشارع الفلسطيني، أي مسمى راعي السلام الأمريكان. هم راعي أوسلو، راعي النكبة، راعي النكسة، راعي الإرهاب، راعي القتل. وبالتالي أمريكا ليس جديد عليها هذا الإرهاب، ولكن الجديد على دول العربية التي باتت الأقنعة تتكشف أمام القضية الفلسطينية التي هي واقع وحق طبيعي للشعب الفلسطيني وللدول العربية أن ينالوا في الأمم المتحدة وأن ينالوا واقعا ملموسا على أراضيهم التي اكتسبت منهم قبل 70 عاما. عبر سكايب من الضفة الغربية السيد محمد الغيقة الصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.